قوله ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضه مضارعا وفي وزن فإن وافقه في الزيادة والوزن لا إعلال. مثال ذلك زيد هذا الأمر أبيض من هذا بعد تفضيل، وهذا الأمر أقوى من هذا، ومثله أبيض أبيض وافق في الزيادة والوزن، أبيض كأقرأ والزيادة في أوله همزة تدل في الأفعال على التكلم، وكذلك أبيض وكذلك أسود يوافقه في الزيادة أوله همزة تدل على التكلم، يوافقه في الزيادة والوزن، الوزن كأقرأ هذا صح. ومثل ومفعل صحة، مفعل هذا خالفه في الزيادة والوزن، مكيال مكيال مسواك مكيال مسواك وخالفه في الزيادة، فلا يكون بدون بمين مضارع، يكون بدون بحرف من حروف ليثي، ثم الوزن مفعال ليس في الأفعال. قالوا ما رأيكم في مقول؟ قال مقول هي مقوال حذفنا فقط ألفها، أوي مقول أنا قولي ومفعال صحة كالمفعال، ثم دخل في باب ثالث قال وألف الإفعال واستفعال أزل الإعلال. الإفعال تقول أقام أقام، حكمت القاعدة السابقة سأقوم، في اعتلت الحرف اعتلت العين، في الفعل لا بد أن تتل في المصدر، المصدر خلف فعله صحة وإعلالا قياسا وشذوذا، فصارت إقوام، نقلنا حركة الواو إلى القاف، الواو عن الكلمة إلى القاف، ثم قلم الواو ألفا واصطدمت بألف فعال، تقى ساكنا حذفنا إحداهما. ابن مالك جزم بأن المحذوفة عين إفعال واستفعال، استقام استقوم واستقوام، قال المحذوفة ألف الفعال. لماذا يا أخسيبوي؟ قال حصل الثقل بها، أنت تستقل الثاني للأول، تستقل الثاني للأول، ثانيا أقرب إلى الطرف، ثالثا زائد. قاله الأخفش المحذوفة الأولى، إقامة المحذوفة الأولى، دليلي القاعدة في اللغة أنه يلتقى ساكنا حذفه للأول للثاني. ثانيا العرب عوضوا من الحروف الأصلية، قالوا وزن زينة وعد عدة، فتعويض عن الأصل، لو كان المحذوفة إفعال زائدة لا يعوض عن زائد ليس مهما. كذلك الدليل الثالث أنها دالة على معنى، إفعال دالة على المصدرية، إذن المحذوفة الأولى. جيد، قلت أنا لو جاء سيبوي بسبب الرابع لجاء الأخفش بسبب الرابع، هو تلميذه. في غير هذا ابن مالك قال من المزالي، وتعويض التام لم يفعل، قال من المزالي ولم يحكم، إذا كنت من جماعة سيبوي فيعوض عن الإفعال، وإذا كنت من جماعة الأخفش عن الكلمة شيء. لسه السبعات تقول استقام، تقول استقوم، ثم قلت استقواما، ثم قلت استقامة بحذف الإفعال أو عين الكلمة، والله أعلم، وعوطان التاء، ربما حذفوا التاء هذه كقولهم وإقام الصلاة وإقام الصلاة، وقالوا أراء إراء وأجاب إجابا، حذفوها. وفي القرآن الكريم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحذفها بالنقل ربما عرض. قالوا شذ التصحيح في قولهم في استحوذ، استحوذ لم يبدلوا استحوذ، صحة الواو استحوذ، استغيل الصبي استغيل، شذت في أعول أغيمت السماء شاذ، وعندما قالوا أغيم قالوا أغياما، لأن المصدر خلف فعله صحة وإعلالا قياسا وشذوذا. أما قولي وألف الإفعال والاستفعال أزل الإعلال والتزمع وحذفها بالنقل ربما، التي الرابع مفعول. قال وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به قمين، تقول قال اسم مفعول، مقول الأصل مقول، مقول نقلوا حركة العين، حركة العين إلى الفاء والقاف، ثم اصطدمت سكنت الواو واصطدمت بواو المفعول حذفت إحداهما، مقول قالوا مقول. قال الأخفش المحذوفة الأولى، وقال سيبوي المحذوفة الثانية. هذه إذا كانت واوية سهلة، إذا كانت يائية مبيع
تقول فيها مبيوع، مبيوع نقلوا حركة الياء إلى الباء وسكنت الياء، استثقل أن يقولوا ما بيع، ما بيع هكذا ما بيع ساكنة، قلبوا كسرة ضمة الباء كسرة لتصح الياء صارت مبيع، والتصحيح قليل ذات الواو كما قال ابن مالك. سمع فرس مقود، فرس مقود ومسك مدوف وثوب مصون، تصحيح نادر ذاته. وما ذات الياء كثير تقول مبيوع وإخال أنك سيد المعيون، وتفاحة مطيوبة وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي الشر. واضح؟ ثم دخل في شيئا قال وهو فعل، وفعل إذا كانت لامه واوا لاما، مثل عدا تقول معدو بالتصحيح، دعا مدعو، دعا مدعو. قال صحيح المفعول من نحو عدا، عدا تقول فيه معدو، والعلال إذا لم تحر الأجودة أعلن. وصحيح المفعول من نحو عدا فتقول معدو بالتصحيح، وتقول معدي بالإعلال. وروي بالبيتين قول عبد الله بن وقاص اليمني الحارثي قال وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معديا عليه وعاديا معدوا، والتصحيح أجود. والبيت روي بالوجهين، وفي كتاب الله قالوا يا صالح قد كنت في هذا مرجوا قبل هذا بالتصحيح، ولم أرى من حاتم الثلث هذا مع وضوحه. فإن كانت اللام لام فعل ياء ليس هناك الإعلال، تقول في بناء مبني لصو مبنوي اجتمعت واو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت واو ياء وضربت الياء في الياء صارت مبني رمى مرمي، هذا به من قولهم نحو عدا لأن لامه واو، أما رمى ونحوها فلامها ياء. كذلك يفهم منه لماذا علوه، إذا قالوا معدي قالوا أصلها معدوي، معدوي حملوها على باب إدلين، ذلوين تقول فيها إدلون كفلس وفلس وعبد وعبد، فلس قال قلت فيها أفلس. كذلك معدو أصلها معدو، الواو الأولى، الواو الأولى ساكنة زائدة تستحق الإدغام، فكأن الواو الأخيرة وقعت فيها الضمة، معدو تجاهل الواو الأولى ساكنة زائدة تستحق الإدغام، اعتبرها غير موجودة.